رد الوفاء لأهل الوفاء، احتفالية أقامها فريق واكد التطوعي لأبناء الشهداء بالتعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب بمناسبة اليوم الوطني 89. فعاليات متنوعة بتنوع الاهتمامات عبروا من خلالها عن حبهم للوطن. فعاليتنا اليوم اسمها رد الوفاء لأهل الوفاء، تجمع أبناء شهداء الواجب كشكر وعرفان مننا بالتعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب لما قدموا آبائهم في خدمة هذا الوطن. نشكر جهود أبطالنا على الحد، ندعو لشهدائنا اللي شروا بدمائهم أمن وأمان هذا الوطن، ونسأل الله لهم الرحمة والفردوس الأعلى من الجنة. تأتي هذه اللفتة الإنسانية من الاهتمام الكبير التي توليه القيادة لأبناء الشهداء وأسرهم.